مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهذه النافذة التي نطل من خلالها معكم على عدد من القضايا والملفات. البداية مع الشأن المصري. لجنة إدارية عليا بجماعة الإخوان المسلمين تنشر على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته مسودة لائحة جديدة للجماعة. وفي مصر أيضا، الدولار يتجاوز 10 جنيهات أمام الجنيه المصري في السوق السوداء لأول مرة رغم إجراءات البنك المركزي. ومن مصر نذهب إلى فلسطين، مئات من الناشطين العرب ينظمون حملة عالمية لفك الحصار عن قطاع غزة ويدشنون هاشتاج بكف حصار. ومنها لتونس، نحو 420 مليون دولار عجزا بصندوق الضمان الاجتماعي يهدد رواتب المتقاعدين. ودائما نتابع خلال النافذة مشاهدين كل ما يأتينا من أحداث وفعاليات على الهواء مباشرة. وفي البداية أتحول إلى زميلي حسام يحيى ليطلعنا على سبل المشاركة في هذه النافذة. تفضل حسام. شكرا لك أحمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التفاعلية التي نتلقى من خلالها تعليقاتكم عبر منابر التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر فيسبوك، كذلك أيضا عبر تويتر، كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر أرقام الهواتف الظاهرة كالعادة أسفل الشاشة. ونتلقى تعليقاتكم حول تجاوز الدولار 10 جنيهات وتأثير ذلك على الأسعار في مصر، كذلك أيضا نناقش اللائحة الجديدة لجماعة الإخوان والتي أعدتها إحدى اللجان الإدارية بالجماعة، وسنستعرض أخيرا ما يأتينا على هاشتاج بكفي حصار ضمن الحملة العالمية لفك الحصار عن قطاع غزة. إذا بانتظار أسئلتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم المصورة عبر الجزيرة مباشر على الإنترنت، شاركونا. أهلا بكم من جديد، وقبل أن أبدأ معكم هذه الفقرة أنوه أننا في انتظار مؤتمر صحفي من واشنطن لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره التركي داود جاويش أغلو، سيأتينا بعد قليل وسنذيع بالطبع على الهواء مباشرة. أبدأ معكم أولى فقرات هذه النافذة. فقد قدمت اللجنة الإدارية العليا مشروعا للائحة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، قالت إنها تأتي انطلاقا من بيان الشيخ يوسف القرضاوي ومكونة من 5 أبواب. يعد مشروع اللائحة نظاما أساسيا لجماعة الإخوان المسلمين تجرى على أساسه الانتخابات الداخلية، كما تعد مرجعا للمهام والاختصاصات والعلاقات وبناء الهياكل. مشروع اللائحة العامة الجديدة يمنع الجمع بين عضوية مكتب إداري المحافظة وبين عضوية مجلس الشورى العام، وكذلك في جميع المستويات. يقوم بالإدارة والإشراف على الانتخابات لجنة عليا مستقلة ومحايدة، لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأي موقع في هذه الدورة الانتخابية. وأيضا تحدد اللجنة الإدارية العليا المنتخبة في أكتوبر من العام 2015 المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتى يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد. وإثر أو لبداية هذا النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيد محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أرحب بك معنا سيد منتصر. سيد منتصر طيب، واضح أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. أيضا من المفترض أن سينضم إلينا بعد قليل من اسطنبول الشيخ عصام تليمة عضو مجلس شورى الإخوان بالخارج حول لائحة أو ما يعرف بمسودة مشروع لائحة جماعة الإخوان المسلمين وعندما بدأت الجماعة. وللحقيقة لا نستطيع أن نقول أن جماعة الإخوان المسلمين لكن فصيل من الجماعة بسبب الانقسام الأخير الحادث بين طرفين داخل الجماعة، كل طرف يدعي أنه معه شرعية قيادة الجماعة. الطرف الذي سنتحدث عنه الآن هو الطرف من مصر والذي يمثله في الإدارة العليا الدكتور محمد كمال. أعتقد أنه عاد إلينا محمد منتصر.
المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أرحب بك معنا سيد منتصر. محمد هل أنت معي؟ سيد محمد منتصر؟ طيب واضح أننا لدينا مشكلة في التواصل مع الضيفة عبر الهاتف، مشكلة فنية، سنحاول أن نعمل يعني على تجاوزها. ونعود لمحمد منتصر مرة أخرى. أذكر حضراتكم أن اللائحة جاءت كما جاء على الصفحة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين والتي يمثلها محمد منتصر، أن اللائحة الجديدة لانتخابات مؤسسات جديدة تضع خطة جادة مع المختصين لإعادة بناء منظومة الجماعة، وتحت عنوان لماذا لائحة جديدة، يقول من أجل تقديم الأكفأ وتفعيل المؤسسية الشاملة وبناء مؤسسات جديدة. أيضا يقول لفصل الرقابي التشريعي عن التنفيذي وتفعيل مجالس الشورى وتوسيع الصلاحيات. من أبرز ما جاء في مشروع اللائحة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين أنه من الواضح أنه فصلا تماما تاما بين الشورى وبين المجالس التنفيذية. على أي حال سندخل في هذه التفاصيل، لكن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الآن من اسطنبول الشيخ عصام تليمة، عضو مجلس شورى الإخوان بالخارج. أرحب بك معنا سيد تليمة. يا مرحبا استاذ احمد. نعم شيخ عصام، ابتداء قبل ان ندخل في تفاصيل هذه اللائحه او المسوده الاولى لهذه اللائحه، هل الوقت مناسب الان لوضع لائحه جديده لجماعه الاخوان المسلمين على الرغم من يعني الفرقه الداخليه على مستوى القيادات، على الرغم من التضييق الامني الحادث للجماعه داخل مصر، وايضا على الرغم من وجود الالاف وعلى رأسهم عدد كبير من قيادات الجماعة داخل السجون أو في المنافي، ما رأيك؟ هل الوقت مناسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة أن الوقت مناسب، نعم الوقت مناسب، لأن الجماعة إذا كانت في محنة كبيرة فيجب عليها أن تعيد التفكير في أدائها، من باب التفكير في الأخطاء، التفكير في الخروج من هذا المأزق. لن تخرج جماعة الإخوان المسلمين من كبوتها إلا بمجموعة إجراءات اقترحها بيان العلامة الشيخ القرضاوي وبقية العلماء معه، أولها وحدة الصف، ثم تجديد اللائحة، ثم انتخابات، إلى آخر هذه الإجراءات. فالوقت مناسب، لا الوقت ملح وليس مناسبا فقط، وإلا لو قلنا نحن في محنة، فمنذ متى وكانت جماعة الإخوان في وقت عافية؟ حتى سنة الحكم التي حكموا فيها كانت سنة محنة وليست سنة عافية. لو تعلمنا بالأعذار بالوقت لا يسمح، معنى ذلك أننا سنستجيب للعسكر. العسكر يريد أن يخلق الإخوان في جحر واحد، هو أن الإخوان في الخارج يهتموا بأكل وشرب ومعيشة وإقامات ومعيشة فقط، ولا يهتم بإسقاط الانقلاب. وأن يعيش في الداخل، أن تهتم الزوجة والأسرة بالأخ المعتقل بزيارته والمعيشة والزيارة، وتنتهي الثورة وينتهي كيان الإخوان المسلمين على الوجه الآخر. لكن اسمح لي يا شيخ عصام، فيما يخص وحدة الصف، هل تعتقد أن هناك أساسا صف واحد داخل الجماعة الآن؟ نحن يعني هناك قيادة في الداخل يمثلها محمد كمال، وقيادة أخرى يمثلها الدكتور محمود عزت في الداخل، وفي الخارج الدكتور محمود حسين وإبراهيم منير، يبقى أين وحدة الصف التي تتحدث عنها؟ يعني هذا طبعا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره، هناك خلافات لا شك، هناك خلاف في الرؤى، في الطرح، في الفلسفات، في الإدارات، في الأفكار، في الأجيال. والأجيال لا أقصد هنا جيل شيوخ وشباب، هناك شباب عقلياتهم أكثر صلابة من الشيوخ في بعض المواقف، لكن أقصد في العقليات نفسها. الصف الإخواني مهتز، هذا طبيعة كل المحن، كل الضربات التي تأتي لأي كيان سواء لدول أو لجماعات أو لأحزاب تحدث هزة. المهم ألا تطول الهزة بين الناس، إنما على الناس أن تستفيق. هذا الخلاف يحسمه شيء واحد، العودة للمؤسسية داخل الجماعة، العودة إلى الشفافية بداخلها، العودة إلى ثوابت الجماعة التي توحد القلوب، ولا مانع من اختلاف العقول حول إدارة الجماعة وطريقتها. يحسم ذلك العودة إلى الجمعية العمومية في الإخوان بعد تجديد أفكارها وإدارتها. لا يمكن أن ندير الجماعة بعقلية 2011 والآن
أنا في ظل عقلية أخرى. طيب ابقى معي شيخ عصام، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا عبر سكايب السيد محمد سودان، عضو لجنة فض المنازعات والتحكيم بجماعة الإخوان المسلمين. أرحب بك معنا سيد سودان. ابتداء أنا أعلم أنك يعني تحسب على الفريق الذي يمثله الدكتور محمود عزت والدكتور إبراهيم منير والدكتور محمود حسين، ما يعرف بالقيادات التاريخية. ما رأيكم في ما طرح من مسودة لمشروع للائحة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين من قبل بعض القيادات داخل مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي لحضرتك والشيخ عصام كليمة ومشاهدينك الكرام. أولا أنا غير محسوب على، أنا محسوب على جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين لم تصبح كتلة واحدة للحقيقة، أنا أعتقد أن حضرتك توافقني على هذا لا، هناك البعض الذين يعني يخرجون من المظلة الكبرى، يعني فأنا يعني أنا تابع يعني أتابع يعني الجماعة الأم، مكتب الإرشاد الأم الذي يديره نائب المرشد دكتور محمود عزت ونائب المرشد الأستاذ إبراهيم منير وأمين عام مكتب الإرشاد حول الإخوان المسلمين دكتور محمود حسين. هذه هي الجماعة التي أعرفها. مسألة ما حدث من مسودة إلى اللائحة، يعني الحقيقة قام بها من ليسوا باختصاص، ده رأي شخصي يعني. من ليسوا يا دكتور بعد سيد سودان؟ من ليسوا باختصاص يعني يعني اللائحة عشان نعم لابد ان يعني يقوم بها من هو مختص بهذا الامر. فبالتالي واعتقد انه تم الاعلان في مجلس الشورى العام في مصر عن الطرق المناسبه لعمل تعديلات اللائحه، واعتقد ان كان هناك بعض الخطوات، وتم الارسال الى جميع الصف بالكامل لارسال مقترحاتهم يعني في تعديل هذه اللائحه. واين وصلت هذه الجهود فيما يخص تعديل اللائحه؟ ما زال هناك تجميع لهذه المقترحات وهذه المستحدثات، وهناك لجنه قائمه على هذا الامر. يعني اسمح لي، متى ستنتهوا من هذا في ظل حاجه ملحه للائحه جديده تنظم عمل الجماعه؟ ولماذا تعديل؟ لماذا لا تكون هناك لائحه جديده بالمره؟ يعني بالتاكيد انتم لا تتعبدوا الى الله بلوائحكم، يعني خصوصا اللائحه القديمه. اللائحه هي منظمه للجماعه زي ما اي شركه لها يعني قانون، او زي اي دوله ما لها دستور. احنا هي دي يعني اللائحه، هي مساله تنظم العلاقه بين الهياكل الموجوده في الجماعه وبين افرادها، مش اكثر من كده. هي شيء مقدس وقابل للتعديل، وتم تعديلها عده مرات. مساله عمل لائحه من جديد يعني في النهايه احنا مش هنخترع العدل زي ما بيقولوا، يعني مساله هي كلها تعديلات وقوانين لتنظيم العمل ولضبط العلاقه بين المؤسسات اللي داخل وهيكل الجماعه، مش اكثر من كده. طيب يعني هناك اتهام يوجه مباشره لقيادات الجماعه التاريخيه الممثله في دكتور محمود عزت ومحمود حسين مع حفظ الالقاب بالطبع وابراهيم منير وغيرهم، انهم يعطلون سواء تعديل اللائحه او لائحه جديده، يعطلون اجراء انتخابات داخل الجماعه خوفا من ان ياتي غيرهم في هذه المناصب. ايه رايك في هذا الكلام؟ خليني اقول لحضرتك ان الامور الان يعني غير سهله وغير يسيره. الحال في الامن في مصر معلوم للجميع ان الوضع مش ميسور. كذلك الاخوان يعني مبعثرين ما بين السودان وقطر وتركيا وماليزيا واوروبا وامريكا. انا اعتقد انه يعني غبن شديد، وطبعا بخلاف 50,000 اللي جوه السجون، وكذلك الاعداد الالاف كثيره المطارده داخل مصر. فلا بد من اخذ راي هؤلاء جميعا. اما ان تنفرد جماعه قليله او صغيره انها تقوم على تغيير اللائحه بهذا الاسلوب، يعني اعتقد انه ده يبقى فيه غبن لعدم اخذ اراء الكثير من الناس الغائبه الان. لابد ان يكون هناك تشاور، ان اخذ الامر بعض الوقت افضل من الامر. طيب يعني سؤال بس، يعني هذه اللائحه، هذه المسوده لا تمثل جماعه الاخوان المسلمين، انا فهمت من كلامك كده، ولا تمثلهم؟ لا طبعا لا تمثل،
لا تمثل جماعة الأخوان. طيب خليني أخذ هذا الكلام وأذهب لضيفي في اسطنبول الشيخ عصام تليما. يا شيخ عصام، مسودة اللائحة لا تمثل جماعة الإخوان المسلمين، خرجت من دون على يعني دون اختصاص لهؤلاء أن يخرجوا مثل هذه الأمور، ما ردك على هذا يعني؟ يعني بعيد حتى عن موقعي في جماعة الإخوان المسلمين، هذا الكلام قاله عبد الرحمن عمار والنقراشي حينما حل جماعة الإخوان المسلمين، فسأل حسن البنا: أنتم جماعة محلولة ليست موجودة. قال: إذا سرق أحد الناس بطاقتي الشخصية هل معنى ذلك أني ميت؟ أنا حي أمامكم. فده كلام مش منطقي يعني، حكاية غير ذي صفة. الأخ محمد سودان مع احترامي وتقديري له يخرج بتايتل أنه عضو لجنة العلاقات الدولية بحزب الحرية والعدالة، عبد الفتاح السيسي حار الحرية والعدالة، هل معنى ذلك أنك مش موجود يا أخ محمد؟ الإخوان المسلمين مجرمة إرهابيا حتى في بريطانيا اللي حضرتك فيها، بسبب برضو جزء منه تصريح من حضرتك على نفس القناة باتهامك لبعض إخوانك بالسلاح، وده كلام كان غير صحيح. طيب، وأدعوك أنك تحاسب نفسك وتراجع نفسك على ذلك. فإذا الشاهد ليس معنى أنك أنت تتخذ إجراء مع أخ في هذا الجو المشحون أنني نفيت صفة هذا الأخ. لا لا يا شيخ عصام، واضح أن كلام الشيخ الأستاذ سودان كان واضح، أن هذه المجموعة التي أخرجت هذه المسودة لا تمثل جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين هو يقول لها قيادة، محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير، وهم الآن يتحدثون عن تعديل لائحة وليست هذه المسودة أو هذه اللائحة، ما ردك؟ ردي إذا أردنا أن نكون منطقيين، هل جماعة الإخوان يمثلها أفراد أم مؤسسات ومناهج؟ إذا أفراد ما بقناش جماعة، بقينا أفراد. إذا مؤسسات، إذا مكتب الإرشاد، كم واحد موجود من مكتب الإرشاد؟ 3. طيب مجلس الشورى كم واحد منه دون النصاب؟ إذا هذه المؤسسات غير مكتملة، الأولى أن تكتمل. كيف تكتمل؟ تكتمل بمن هو موجود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر الصحابة إلى الحبشة وهو كان في المدينة، هل ظل من في الحبشة محصورا لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل؟ لا، أقاموا مجتمعهم وأقام المسلمون في المدينة مجتمعهم. هذا من باب الدين. طيب، من باب السياسة، من باب القوانين. ليس معنى أنك تكون في انقلاب أن جماعتي تبقى منتهية بهذا الشكل، هذا مش مقبول. لكن اسمح لي يا شيخ عصام، أنا يعني سأقرأ عليك بعض كلمات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور إبراهيم منير عندما سئل عن، حتى كان هذا مع موقع الجزيرة نت وآخر كان مع موقع الجزيرة مباشرة، عندما سئل عن مسألة اللائحة الجديدة وأنتم بصدد لائحة جديدة، قال: إن بعض الإخوة، أما بعض الإخوة الذين يخرجون بلائحة للعرض المجتمعي وهم في غرف ناعمة هادئة خارج مصر، فهذه هي النيران الصديقة، كما أن استخدام الإعلام في تضخيم الخلافات أمر غير صالح. وقال أيضا إن مسألة اللائحة دي أمر خاص يخص جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها، وما فيش حد المفترض يطلع عليها غيرهم. إيه رأيك في الكلام ده؟ يعني انا مش عايز ارد رد يعني، نحن لنا يعني اسف اذا رددت على الاستاذ ابراهيم شخص له تقدير مني، يعني هذا الكلام ليس كلاما مسؤولا ولا يمثل فكر ولا منهج الاخوان المسلمين بوضوح. منهج الاخوان انا درسته كاملا وكل ادبيات الاخوان، ليس مقبولا ان اقول في اين غرف ناعمه الاخوان اللي في اللي مطاردين في مصر في غرف ناعمه. طب ما انت في غرف ناعمه اذا بهذا المنطق، مع احترامي، طب ما احنا في غرف ناعمه، يعني اللي في قطر واللي في الخليج واللي في تركيا واللي في لندن في غرف ايه؟ قاعد في التعذيب بالكرباج وبيدير الجماعه يعني؟ هذا ليس منطقا اخويا ولا منطقا دينيا ولا منطقا مقبولا لاداره مؤسسه. اذا قلنا مؤسسيه، من الذي عين الاستاذ ابراهيم منير نائب للمرشد؟ الدكتور محمود عزت الذي لا يراه احد ولا يكلمه احد ولا يلتصل به احد، فهل هذه مؤسسيه؟ اذا خرجنا خارج اطار الاخوه والمحبه، لا، وتكلمنا لائحيا واداريا، هناك لا يعني كلام سأرد ردا صعبا يعني، لا اريد ان اصل اليه يعني. طيب، بعيدا عن الردود الصعبه، سأعود اليك مره اخرى شيخ عصام لاستكمال هذا الحوار ايضا مع ضيفي الدكتور السيد سودان، لكن قبل هذا تحول لزميلي حسام يحيى ليعرض على حضراتكم اهم ما وصل الينا على مواقعنا من تعليقات حول لائحه الاخوان وعموما ما يجري داخل جماعه الاخوان المسلمين. بالتأكيد لديك الكثير من التعليقات في هذا السياق حسام. نعم أحمد، بالتأكيد خلافات الإخوان وكذلك اللائحة الجديدة وصلت أو وجدت طريقها إلى تويتر وفيسبوك.
سنستعرض الآن جانبا من التعليقات التي تناقش هذه الأزمة. نرمين تقول: أزمة جماعة الإخوان المسلمين هل تتحل بعد خروج قادة الإخوان من السجون؟ هم القادرين على لم الشمل واسترجاع الثقة بين أعضائها. نعود مرة أخرى إليك أحمد. أنا أتأسف منك حسام وأتأسف من السادة المشاهدين. نذهب الآن إلى واشنطن ومؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره التركي جاويش أوغلو. فإلى واشنطن مشاهدينا، كان هذا جانب من مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره التركي جاويش أوغلو من العاصمة الأمريكية واشنطن. تحدث فيه عن سبل تعزيز جهود الولايات المتحدة مع تركيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وحزب العمال الكردستاني. وأيضا تحدث جاويش أوغلو عن التوصل إلى تسوية بين قبرص وتركيا برعاية أمريكية وأمور أخرى. مشاهدينا، أعتذر منكم على عدم استكمال الفقرة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين واللائحة أو مسودة اللائحة الجديدة، وننتقل إلى الفقرة الثانية بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا. الدولار يتجاوز 10 جنيهات أمام الجنيه المصري في السوق السوداء لأول مرة رغم إجراءات البنك المركزي.